السلام عليكم يا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم عدنا تجربة عن المدفع البريطاني الـ TMF-155. المدفع هذا يجي بدمج 13,000 زاد المدى ماله 10 كيلومتر، عادة التقليم 6.72 ثانية. المدفع جدا ممتاز، يمتاز بدمج أعلى من المونراك. هنستخدم المدفع هذا على سفينة الـ CGX. هنشوفكم القدرة مالته على الدمج والسرعة والريلود. طبعا المدفع يطلق مقذوفتين، على كل مقذوف 13,000، يعني يطلع عندنا دمج 52,000، جدا ممتاز. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وشكرا.